عاصم الاصطياف وتحت درجة حرارة عالية، يفضل هؤلاء قضاء أوقاتهم بممارسة الفروسية وعيش تجربة ركوب الخيل. النادي مفتوح، جميع الناس جميع المواطنين يحبوها بزاف. الإنسان اللي يلحق لدرجة وين في فصل الصيف يخلي البحر ويجي يمارس الرياضة تاع الفروسية في السخانة هذه، يعني لازم يكون يحبها فوق اللازم. درجة الحرارة احنا نشوف الأول، نطلع الأولوية للعود الحصان هو صح، باسكو احنا نقدروا ريزيستيو ونقدروا نخرجوا ونقدروا نحبسوا ونقدروا، بصح هو اللي لازم نحافظوا عليه. الأطفال والأولياء وجدوا في هذا المكان الهدوء والراحة. أنا نجي كل صباح ندير، وغير بتاتا نديروا العشية، نغدي العشية نملو كان سخانة ندير، باسكو نحب هذا السبور وصافي لونطو نديروا فيه. ندير العواد هنايا في بوشا صاصاصاني كاس البوشاوي، عندي 3 سنين وانا ندير هنايا والحمد لله. نجيو لهنا نديفولي مع صحابي نركب ليكيتاسيون. سي با اونيك وركب عود وروح، ليكيتاسيون سي ا مود دو في اون بلوس سي لو سول سبور وي راك اون ريلاسيون افيك ان نيتر فيفون سي العود. دونك الاولاد دي تحطيهم هنا توت لا جورني، تروحي تخليهم هنا سي سي سيكوريزي اون بلوس يا دي كوتش دو هو نيفو. يا كامروش حقي يا فاست فود. سليمة واحدة من النساء اللواتي أقبلن على هذا النادي بسبب شغفها بركوب الخيل. إيه كين اللي يفضل البحر، يفضل لي فواياج وكاع، بصح كين اللي ما يقدرش يخلي العود تاعو، ولا يجي على الأقل يشوفه صباح ويروح، كاع إذا ما يركبش ولا يجي ينقيه يشوفه ويروح. حبست أنا هذه الرياضة نظرا لظروف مريت بها في حياتي، حبستها ومن بعد ما قدرت عاودت وليت، ما مش حاطة في بالي أني يجي يوم الأيام نحبسها، مستحيل. أجواء مميزة يصنعها الكبار والصغار وسط مدربين يعملون على تأطير مرتدي نادي الفروسيه.